فرقة الكورة يعني. لا ما عنديش مشكلة يعني، أنا بادئ الدوري عندي أفضل لعيبة في مصر، عندي جهاز فني على أعلى مستوى، ويعني صاحب خبرات وصاحب بطولات عظيمة وبطولات كتيرة جدا، ما عنديش مشكلة. يمكن البداية كانت في حرس الحدود وبعدين بتروجيت والجونة 270 دقيقة، ده مجمل اللي لعبناه في الثلاث يعني مباريات. شايف انه من المبكر جدا التقييم او الحكم او دي عندنا مشكلة في مصر يعني، دايما بنقيم الأحداث سريعا يعني، وبتتغير برضو الآراء سريع طبعا. يعني في لحظة كده ما بين شوط وشوط وممكن ما بين دقيقة والأخرى يعني. لكن اللي عايز أقوله إن في 270 دقيقة لعبهم النادي الأهلي، نسبة الاستحواذ ما تقلش عن 75% في الثلاث مباريات، مش في مباراة معينة. فده بيدل إن أنت فرقة قوية. صحيح مش بالضرورة إن أنت صاحب نسبة الاستحواذ الأعلى إن أنت تكسب، وده اللي حصل. أو إنك تترجم الاستحواذ إلى أهداف مثلا. لكن دي حقيقة. فده بيدل على إن أنت زي الفرق العالمية. الفرقة العالمية هتلاقي برشلونة مثلا نسبة الاستحواذ بتاعتها ما بتقلش أبدا عن 70 أو 65. يمكن حتى عدد الفرص اللي علينا، يعني الفرص اللي في الثلاث مباريات اللي جم علينا ما بتزيدش عن 4 أو 5. حرس الحدود أعتقد دي ما كانش فيه ولا فرصة حقيقية، مش محاولة فرصة، أنا بتكلم في فرصة حقيقية. بتروجيت عندنا 3 فرص، 2 منهم ضربتين وركنتين، جا منهم جولين، وبعدين الثالثة كانت بتاعت محمد كوفي حتى قبل جولين. في الجونة ما فيش غير كورتين يعني، في عدد فرص حتى اللي عليك ما زادتش عن 4 في 270 دقيقة. فده مؤشر يدي لك ان انت صاحب فرقة قوية. لكن وضع طبيعي، انا عايز اقول ان يعني عناصر جديدة داخلة بتبني فريق، ومش بالضرورة كمان، خلي بالك يا دكتور ياسر، ان انت يبقى التشكيل اللي انت بدأت بيها او اللعيبة اللي انت بدأت بيها هي اللي تنهي بيها. انت عندك 30 نجم، واحنا قلنا ان احنا جايين نبني فريق السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها، والسيناريو 2004 2005 نتمنى ان هو يقرر من البطولات والانجازات والمستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي، وواقفين على ارض صلبه يمكن بنبني فريق، واحنا كمان واخدين الدوري السنه اللي فاتت، يعني حامل لقب 7 سنين. تمام. مش بقول صبر وبس كمان، لكن مؤمنين جدا ان كره القدم فيها الكتير، مؤمن ممكن تبقى اعظم فريق في العالم ويصادفك سوء، وارد جدا وتلعب فريق اقل منك. شفنا مانشستر يونايتد بيتغلب 6، مش نهايه العالم. مش نهايه العالم. مؤمنين جدا ان انت صحيح انت احسن فريق في مصر واحسن لعيبه في مصر واحسن كره في مصر، لكن وارد كمان يبقى يصادفك سوء توفيق وما تحققش المكسب وما تحققش البطوله كمان. فعندنا الروح الرياضيه الثانيه ان احنا اي فرقه ثانيه كمان هتاخد البطوله هنقول لها برضه زي السنه اللي فاتت، زي ما قلنا السنه اللي فاتت لو تفتكر هنقول لها الف الف مبروك، لان ده حال كره القدم. لكن احنا بنعمل فريق، الفريق ده هياخد وقت شويه، هياخد شغل شويه، مع ما بقولش ان انت كمان بترمي الفوطه يعني، ما مش بتعمل فريق مش يعني استسلام يعني، لا بتعمل فريق وفريق قوي مع المنافسه القويه جدا جدا في البطوله اللي انت مش هتتنازل عنها برضه. تمام. بس في الاطار الرياضي. يعني يمكن جمهور الاهلي الان او يمكن عنده طموحه كان عالي جدا قبل بدايه البطوله، الصفقات اللي عقدها النادي الاهلي واللعيبه الكبار جدا اللي انضموا وارتدوا الفانيله الحمراء، وبعدين الجمهور اصطدم بالخروج من بطولتين في اسبوع واحد، وبعدين بدا الدوري فالمباراه الثانيه بتنتهي بالتعادل، المباراه الثالثه تنتهي بالتعادل، فالجمهور بدا يحس بالمخاوف. خليني اقول لك يعني ممكن يبقى مش مخاوف، هو زعل، في فرق بين الاثنين. غضب يعني. يعني لو انت خايف انت مش واثق في فرقتك، لكن زعلان انت حاسس ان الفرقه عندها اعلى من كده، بس زعلان على النتائج، وانا معاهم في ده. يعني انت مع الجمهور، انا مع الجمهور ان هو يزعل لكن انا متاكد ان هو مش خايف، بدليل حتى ردود الافعال اللي في الشارع وردود الافعال. ايه بقى ردود الافعال اللي جات لك انت تحديدا؟ ان الفرقه كبيره وفرقه كويسه وفرقه عندها لعيبه كويسه جدا جدا، ليه بنتعادل؟ في فرق بين الاثنين. يعني هو زعل، زعل من النتيجه، مش خوف على الفريق. يعني مش خوف ان الفريق لا يملك، ودايما انا صاحب وجهه نظر او بقول وجهه نظري، المهم انا املك وعندي المقاومات اللي تخليني انافس واخد البطوله، ولا ما عنديش؟ لو ما عنديش هسلم من بدري، لكن انا عندي مقاومات البطوله حتى وان كان مش اللي بيلعبوا بس على الدكه واللي بره كمان. انا زي الناس كجهاز فني برضو زعلانين من التعادل، لكن مش خايفين، بالعكس احنا متاكدين ان الفريق عنده مستوى عالي جدا، عنده قدرات عاليه جدا جدا. الفتره اللي جايه هتشهد تقدم زي ما قلت، بنعمل للي جاي للافضل من حيث المستوى او التشكيله، ما عندناش استعجال نهائي، بالعكس مؤمنين جدا بالصفقات
اللي تعاقد معاه. لكن بطلب كمان ان تقييم الصفقات او تقييم الفريق ما يكونش بالماتش. يعني نستنى 10 ماتشات, اهي عدد ماتشات معقول ده, يعني 10 ماتشات 15 ماتش عدد ماتشات معقول, ونستنى للاخر. يعني السنه اللي فاتت عندنا مثال قوي جدا, السنه اللي فاتت كانت البدايه غير تماما النهايه, وده حال كره القدم, والفرق كان كبير جدا يعني بين الاهلي والزمالك في البداية, في بدايه الدوري في يعني البداية. ثانيا يعني خلينا نتكلم بمنطقيه, البطوله اللي عايزه او اللي عندها مباراه كتير قوي دكتور ياسر, عايز النفس طويل, عايز النفس طويل, وعايز البديل الكفء, مش عايز الاساسي بس الكفء, ده اللي انت بتستعد له يعني. طبعا انت لازم يكون عندك بديل على نفس المستوى, لان انت هتلعب عدد مباريات كتير جدا, بتلعب كل 3 4 ايام, وده يعني انا بقول من هنا ان الفرقه هتبدا تعاني من الاسبوع الثامن او التاسع, يعني كميه المباريات في عدد ايام اقل, هتبدا الفرق تعاني, وخصوصا الفرق اللي ما عندهاش بديل, اللي ما عندهاش دكه احتياط, ما عندهاش دكه بدلاء كويسه على مستوى قوي. اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله مش هيبقى عنده ده, يمكن النادي الاهلي ممكن يعني سنه صغيره من تلاحم المواسم, مش من عدد اللعيبه اللي عنده او البدلاء اللي عنده او المستوى اللي عنده, لانه عنده وفره, عندنا وفره كبيره في العدد اللاعبين, لكن الفرق الثانيه هتبدا تعاني في الاسبوع التاني.